Dear Mr. President of Algeria, Abdelmadjid Tebboune, Dear Mr. General Secretary of Arab Tebboune, الأمين العام لجامعة الدول العربية, سيادة الرؤساء ورؤساء الوفود, أود أن أعرب عن عميق امتناني للرئيس الجزائري والأمين العام لجامعة الدول العربية على هذه الدعوة, وهو كمؤشر على الصداقة, وإنه لمن السرور والشرف والافتخار أن أشارك في هذه القمة وأعرب عن دعمي لهذه القمة. وإنني جد سعيد بزيارة الجزائر في هذا اليوم الأغر والذي يصادف اندلاع الثورة, ذكرى اندلاع الثورة المجيدة, وأشارك الشعب الجزائري في الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة. أود اليوم أن قمت اليوم بزيارة مقام الشهيد ومتحف المجاهدين, وقد اختلجتني مشاعر جياشة بما شاهدته وتأثرت بالمجازر المرتكبة من قبل فرنسا في حق الشعب الجزائري. وهذه الأحداث لا يجب أن ينساها العالم بتاتا. فرنسا احتلت الجزائر منذ اكثر من 130 سنة وخلفت اكثر من مليون ونصف شهيد, ونحن اليوم نحتفل بذكرى اندلاع الثورة المجيدة, ويجب ان نخلد هذه الذكرى مستقبلا. ان العلاقات بين أذربيجان وجامعة الدول العربية علاقات متميزة, وقد استقبلت الأمين العام وكانت لي حوارات معه, ونود أن نقوم بتعزيز هذه الشراكة. وأنا اليوم أشارك في هذه القمة بصفتي رئيس الحادي حركة عدم الانحياز, وأنا على يقين بأن هذه الشراكة ستتعزز في السنوات القادمة, وأود أن نقوم بتوطيد علاقات مع الدول جامعة الدول العربية, ونود أيضا أن نعزز مبادئ التضامن بيننا. كما تعلمون فإن أذربيجان قد عانت من الاحتلال على غرار الجزائر, وخلال كل تلك سنوات الاحتلال فقد تلقينا الدعم من أشقائنا العرب ومن قبل أيضا دول إسلامية. وإن أذربيجان لقد دعمت أيضا بدورها كل الأشقاء الإسلاميين. وفي 2007 قمنا بإعلان عن سنة التعاون الإسلامية, وقمنا بالاحتفال. وبصفتي رئيس الحالي لحركة عدم الانحياز, فكما تعلمون فهي المنظمة الثانية بعد منظمة الأمم المتحدة, ومنذ 2008 فقد تولينا الرئاسة ونحن ونعمل على بذل الجهود, وقد تم تمديد عهدتنا, وهو كمؤشر على الجهود التي يقومنا بها في إطار حركة عدم الانحياز.
Azerbaijan provided financial and humanitarian assistance to more than 80 countries with respect to coronavirus. We organized a summit of non-aligned movement. We initiated the session of special session of United Nations General Assembly devoted to COVID, which was held in December 2020. أذربيجان and all these initiatives قد قامت بالعديد من المبادرات من أجل مساعدة الدول وحشد الموارد من أجل تجاوز كوفيد 19. وكما تعلمون فإن العديد من الدول المتطورة فقد عانت الأمرين من هذه الجائحة، جائحة كوفيد 19، وقد قمنا بتوفير كافة الدعم اللازم من أجل توزيع اللقاحات، وقمنا أيضا ونحن نعمل على تنظيم مؤتمر حركة عدم الانحياز خلال شهر مارس المقبل، ومنذ of almost 20% of our territory. Despite decisions and resolutions of the leading international institutions, Armenia ignored all these decisions and resolutions and continued to illegally occupy almost 20% of our territory. During the times of occupation, more than 1 million Azerbaijanis became refugees and internally displaced persons. Our people became the subject of ethnic cleansing. Armenia committed a genocide of Khojaly in 1992, which is now recognized by more than 10 countries. The United Nations Security Council adopted 4 resolutions demanding immediate and unconditional withdrawal of Armenian troops from our territories, but these resolutions were never materialized. And this leads to another important factor, which is a mechanism of implementation of resolutions of Security Council. In some cases, resolutions of UN Security Council are being implemented within days, but in our case, they remained on paper for almost 30 years. This is double standard. This is unacceptable. This is a selective approach to the norms and principles of international law and to obligations of the country. Therefore, Azerbaijan, as a country which suffered from injustice and occupation, is actively working in order to contribute to the cause of unification of approaches to conflicts. وضع حد لهذه التوترات وهذه المشاكل أيضا، ولي لابد أن لا يكون هناك مقياسين، النظام المقياسين. فأذربيجان وضعت حدا للحرب واستعملنا حق الدفاع عن أنفسنا، عن البلد، وحررنا وقد حاربنا أرمينيا وحررنا الأراضي، ورأينا الدمار أكثر من 10,000 كيلومتر مربع قد دمرت، كل أشياء دمرت، المتاحف وأيضا القرى والمدن، كل شيء تم تدميره خلال مرحلة الاحتلال. Essence of terrorist Armenian state.
أصبح هذا البلد إرهابي، والآن نسترجع قرانا ومدننا، وهناك برنامج التدشين والبناء، ونستعمل إمكانياتنا الخاصة للبناء، ولا أحد يساعدنا. فاليوم قمت بزيارة متحف المجاهد، فالفرنسا قد زرعت أكثر من 5 ملايين قنبلة في الأراضي الجزائرية، وذلك كان شأن أرمينيا أيضا التي زرعت القنابل في بلادنا. فهناك أكثر من 260 شخص قد تعرض للموت بجراء هذه القنابل ونرى أيضا التضامن من البلدان العربية ونرى أيضا التضامن من الجهات الدولية، من المؤسسات الدولية، ونحن نشكر هذه المؤسسات والدول العربية على ذلك، وأشكر البلدان العربية. وسوف لا أدخر أي مجهود لتعزيز الوحدة، وأشكر مرة ثانية الرئيس مجيد بون لهذه المبادرة والدعوة، وأشكركم وأتمنى الوفاق والازدهار لكل بلداننا. شكراً.